ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ارسنك ناركوس. انا طبعا عارف ان حسين عامر دلوقتي مش مصدق نفسه طبعا، يعني انت في كل فيديو تقريبا حرفيا تقريبا او ايه تقريبا حرفيا، ما علينا، شبه فعلا كل فيديو عمال تكتب لي ارسنك اعمل عليه رياكت وبتاع. فطبعا انا قررت النهارده زي ما انا طبعا وعدتك، انا قلت لك ان كان في فيديوهات قديمه فكنت حابب ان انا انزلها، عشان كده نزلت امبارح بتاع 5 فيديوهات. اوكي، تقريبا ما فيش حد بيعمل كده في اليوتيوب. ما علينا، باختصار كده احنا هنعمل رياكت النهارده على ارسنك عشانك. اوكي، عشانك. فطبعا انا اخدت على فكره الكومنت بتاعك وحطيته عندي في ليستة، طبعا من ضمن الليستات اللي انا مش عارف اخلصها خالص. اوكي، وربنا يستر الاغنيه دي تعجبني برضه. اوكي، عشان انا اغنيه بتاعت سلايفر امبارح، اغنيه حلم، انا لحد النهارده عمال اسمعها. فحاولوا تجيبوا لي اغاني مش حلوه، اوكي، عشان اقدر كمان اعمل فيديو، لاني تقريبا عشان اعمل فيديو النهارده قعدت اسمعه. انا المفروض كنت اعمل فيديو من الساعه 7، دلوقتي الساعه تقريبا 9 ونص حاجه زي كده، فعمال اسمعه مش عارف اوقف. اوكي، من امبارح. اغنيه عجباني فشخ، مع ان الكلمات يعني هو مش عارف هو ازاي جاب الكلمات، يعني ركزت في الكلمات ازاي انت خليتها حلوه كده، اللي هو ما علينا. خلينا نخش على طول الرياكت، يلا ليتس جو. ما كنتش لسه جاهز بصراحة، يعني انت في بيز دخل مرة واحدة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه؟ برمي المسا على اللعيبة، النهاية دي مؤسفة مش سعيدة، خوك فريش نجا قول نعيمة. انا عجباني انت اسمعك مرة تانية، كرفك مش بعيدة. هي الدخلة من اول دخلة كده انا عجباني. اوكي، هو ما قالش اهم ولا اي حاجه من اللي انا كنت بقوله في الفيديوهات قبل كده، بس انا عجباني. اوكي، حياتي افلام زي ستار وورز، جوه دماغي بانج بانج زي ناركوز، قلبها دارك مود اخضر، كل استفاضه يا دماغها اعلى من هبه رونالدو. بتمنى لكم اول ذا بيست، بس انتوا لسه زي ما انتوا كل الشو ده فيس، ما فيش هنا كوب بس لا يوجد هنا ريست. انا بقولي ترند برو، الاغنيه دي احلى من الاغنيه اللي فاتت اللي انا سمعتها له بصراحه. التانيه فيها فيديو كليب، بس دي من غير فيديو كليب وعجباني. لو ليها فيديو كليب او عمل فيديو كليب قريب، او يعني هيعمل فيديو كليب قريب، يا ريت تعرفوني. اوكي، بتحرك مع اللغه الريتم، انا يا دوبك عتبت وقلت بختار ليه، عشان ما باخدش امر ولا اختار بين دي سيك هارد جيم، لسه بخليها ليت اون فليم زبي بولن لك ام ليبرون جيم. مين اللي بيتمرجح على المزيكا كده؟ مين اللي عم انا النغم للانتيكا كده؟ مين الدوب ما مين اللي اوكي انا بهزر. اوكي، بيتمرجح على المزيكا كده؟ مين اللي عمل نغم للانتيكا كده؟ مين الدوب ما بفكر اللي في مكانك ينططك ومن غير ما يبقى حمو بيكا كده؟ حمو بيكا، انت ليه ذكرت حمو بيكا؟ مين الدوب ما بفكر اللي في مكانك ينططك ومن غير ما يبقى حمو بيكا كده؟ شيمي ياي شيمي ياو، ريدي ستيدي جو، سيرتيفايد ليفن ليجند زي جيريكو، ريدي ستيدي جو، جيمي جيمي مور، سنك حرق زي ويليز على الستيريو، ليتس جو، فكك مني يا اسطى بلا هبل بلا ليتس جو. ناتش اللي وقف في سكتي اصلا ما اتخلقش، واللي قال لي مش هبلوك برو مني يا اسطى بلا هبل بلا ناتش اللي وقف في سكتي اصلا ما اتخلقش، واللي قال لي مش هبلوك كمتي اصلا ما بلغش، دخلت المجزره تحت وقف اصلا ما بلغش في سكتي اصلا ما اتخلقش، واللي قال لي مش هبلوك كمتي اصلا ما بلغش، دخلت المجزره تحت لسه ما بلغش ولا بص. انا عمال اكتشف شتايم يعني، واو واو سكتي اصلا ما اتخلقش، يعني تخيل كده بتقول لواحد انت يا ده انت لسه اصلا ما بلغتش، فاهم اللي هو قال لي مش هبلغ كمتي اصلا ما بلغش، دخلت المجزره طلعت ولا بصمه ولا خدش. انا كنت في هانج اوفر كل بيبان خوف، فكسرت حق قلبت الرنج على اللي كان هو، جالي نور وضلمه جوه منك مهما كان لون، اللي في عينك هيحكي لي كله مهما كان هو. تلاشيت اختفيت في السراب، كانوا فين من الليل والضباب، لما بقيت في لا شيء في ضمار، بس انا صحيت انا نجيت من النار. Man I'm back I'm a raising the mark. عارف لازم الحته دي يبقى فيها، بس كنت متوقع بيز اشد من كده زي الاول دخله دي فور ذا سيك اوف صحيت انا نجيت من النار، مان ام باك ام ريز ان مور فور ذا سيك اوف ذا جيم ان ذا لو، تلاشيت اختفيت في السراب، من تاني جيت انا نجيت ولا بس اومو، كيف جديد في البيت مخاوفه، عشان بصد كل الاوجه، مين اللي انا مزاوله
زي فان جو جوا دماغه اسئله ومش بجاوبه عشان كده واكله يقرب مني سيبنا واجهه بصندوق الاسود وسوابقه سايبه في صندوق الاسود وسوابقه كده واكله يقرب مني سيبنا واجهه بصندوق الاسود وسوابقه سايبه في هو ده ديستراك ولا ده ايه بالظبط؟ واهوك بيطمو بيقول يا لهو مش جديد يا لهو عليا لما بهجم جديد يا ما شفت ازاي خليك كلمة يا لهو يا لهو تلغيني وانا توس وبيقول يا لهو مش جديد عليا لما بهجم جديد يا ما شفت تلغيني وانا توس صب اللي السم كله ما نزميلي يا ما دقت حبيبي انا روت لا ضاعت مقادي فيه ولا تهت لا صاحب هيواسيني ولا حب انا وحدي جبال ما يهزنا ريح ما عملش انا وحدي فهمت انا مين وانت الحته دي انا بحبش انا الشغل العب بالصوت اوكي بس الجو ده ما كانش لازم لو لما اختفيت فهمت انا مين واتاكدت من ده لما اختفيت في السراب تلاشيت وسط الليل بالضباب لما بقيت في الاشياء في ضمار بس انا صحيت انا نجيت من الضلال man I'm back I'm a raising them all انا الحته دي عجباني فشخ واو بس انا صحيت انا نجيت من الضلال man I'm back I'm a raising them all for the sake of the game and the law تلاشيت اختفيت في السراب من تاني جيت انا نجيت من ال واو اختفيت في السراب من تاني جيت انا نجيت من ال ابن اللعيبة ابن اللعيبة جامدة فشخ عشان اختفى يعني لو اختفيت في السراب من تاني جيت انا نجيت من ال تحفة احلى من الاغنية التانية بصراحة احلى بكتير احلى بكتير 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 انا في ناس يعني اتفرجت عليهم في الاول يعني برضو اغنية شاهين الاغنية اللي هي كان فيها فيديو كليب بتاعت سيري ما كانتش عجباني قوي اوكي مع ان في حاجات لمستني بالنسبة للتاتوز وقالوا مش عارف ايه انا فاكر كلام بس الاغنية اللي سمعتها امبارح لشاهين احلى بكتير احلى بكتير كستايل تراك طريقة كلام كده كده عجباني اصلا طريقة كلام شاهين برضو فارسنك برضو الاغنية دي انا عجباني جدا عن الاغنية الاولانية اللي انا شفتها اوكي بالنسبة للناس اللي جاية جديد انا ما كنتش بسمع عربي اوكي وانا الرياكت اللي انا بعمله واحد بيعمل رياكت لاول مرة يسمع الناس دي اوكي انا ما كنتش عارف ارسنك وتقريبا لا دي تالت اغنيه اسمها الارسنك اوكي وبرده كنت في فيديو من الفيديوهات كنت قعدت اشرح كلمه ارسنك وبتاع تالت ان هي يعني زرنيخ اوكي سم الملوك طبعا الكومنتات اللي كتبت لي طبعا الناس كانت متضايقه ان انا ازاي كنت قعدت اللي هو بحاول افهم الاسم لان اول مره اشوفه اوكي فالناس كانت متضايقه لان الرياكت بتاعي طبيعي اوكي انا بحاول ان انا اتعامل بالمعلومات بتاعتي اوكي اللي هي الشخصية اللي هي واحد بتفرج على حاجات اجنبية على طول اوكي بتفرج على المصري بس الحاجات كوميدي يعني مثلا زي مسرح مصر والحاجات دي اللي اقدر اتفرج عليها لكن حاجات تانية اكشن والجو ده ما بحبوش اوكي اغاني شعبي او اغاني عامة على العموم ما كنتش بسمع لان ايه اغلبها في مشاكل واغلبها ما بين الاشخاص وازاي ان انت يعني مثلا لو بسمع تامر حسني فاخي ازاي انت بتسمع تامر حسني ولو بسمع عمرو دياب اخي انت ازاي بتسمع تامر عمرو دياب انا اتلخبطت عشان مش سامع ما علينا فعشان كده ما كنتش بسمع العربي مش حوار بقى قصه اللي هو اللي بيقولوها مش فاكر استنوا لما افتكر مش قصه بقى عودة خواجه اوكي مش قصه عودة خواجه خالص انا من صغري اوكي بحب الاغاني اللي هي بيبقى فيها بيز والكلام ده والرياكت بتاعي تقريبا اغلبه على التراك مش اغلبه على الكلام حتى لو هتلاحظوا فالناس ما تتضايقش لان في ناس كتبت لي في فيديو اللي هو بتاع امبارح اللي هو بتاع ابو يوسف طبعا انا اخدت الاسامي الاغاني دي من الفيديوهات اللي انا عاملها بتاعت قبل ابو يوسف عشان مش عايز اخش اصلا اشوف الناس كاتبه ايه في فيديو بتاع ابو يوسف اوكي وتقريبا ما ردتش لحد دلوقتي ومش هرد لان في كومنتات شفتها سلبيه فانا قلت ايه عشان ما تاثرش يعني واوقف اوكي مش عايز حاجه توقفني ما علينا وكده كده مش مشكلة رأي الناس كده كده مش عارفة انا مين فما عليهمش لوم ومش زعلان منهم اصلا يعني لو حد كره فيديوهاتي ولا اي حاجة او فيديو بتاع امبارح فعلا كان مش حلو وكان فيه حتة عطل
هات لي ده مش مني ولا من فيلمورا، لان بصيت على الفيديو بتاع اللي انا منزله من فيلمورا، اوكي عشان بعمل ايديت في فيلمورا مش اعلان. ما علينا، اعلان ايه، انا لسه عندي 200 وشويه ولا 300 مش عارف. ما علينا، ف المشكله من عند اليوتيوب. اوكي ما اعرفش ليه الحته دي وقفوها، ما اعرفش، مع ان الفيديو كامل. حتى لما بنزل الفيديو بخلي الفيلمورا عندي مفتوح عشان لو فيها اي حاجة، لان بتفرج برضو على الفيديو على الحتت مثلا معينة، بشوف اذا كان فيها الحتت اللي انا قطعت فيها، عشان فعلا ساعات بتقف عندي في الفيلمورا، فبحب اتفرج. فلقيت ان الفيديو كامل مفهوش اي حاجة، فلما نزل طبعا لقيت طبعا من ضمن الكومنتات واحد كتب عطل، فيها عطل فني. اوكي فده مش بايدي، انا اسف. اوكي اوكي انا خلصت الرياكت، واتمنى اكون خفيف على الناس، واتمنى ان الفيديو ده يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، اقول لكم تشوس.